دكتور ايه تاني برضو ممكن بيزود الوزن وايه تاني ممكن يقلل الوزن بالنسبة لهم؟ تمام، الحاجات الممنوعة خالص او نقلل منها زي ما قلنا الفواكه المجففة، العصير، البودرة، المشروبات الغازية، الحلويات الشرقية او التورتات، حتى برضو البطاطس اللي هي في شكل شيبس كده، البطاطس برضو من الحاجات بتبقى فيها كمية زيوت المقلية. عالية. برضو الصلصات زي الكاتشب مثلا، الكاتشب ده برضو فيه كمية سكريات عالية جدا جدا، فنحاول بلاش موضوع الكاتشب ده خالص. أو عصير الشوكولاتة اللي هي تزيينات الشوكولاتة اللي بتتحط على الأكل، برضو دي من الحاجات اللي هي الشربات الجاهزة برضو اللي هي زي النودلز والحاجات دي، برضو من الحاجات اللي بتزود الوزن. المفروض الوجبات السريعة أكيد، يعني الحاجات المقليات بصفة عامة نقلل منها على قد ما نقدر. ما هو اللي عايز يخس لازم يكون عنده إرادة، فتحاول والبيتزات طبعا، الحاجات دي كلها، الأطعمة المخبوزة بصفة عامة، والكيك برضو غير البيتزا، المربات بلاش المربات برضو اللي بتدهن على الخبز دي، بلاش المربات. كمان المشروبات اللي هي بتاعت الكافيهات، وكده كده الكافيهات قافله اليومين دول، السحلب والحاجات دي برضو من ضمن بنعملها في البيت عادي. لا بزياده برضو. كمان المبيضات، القهوه على فكره من الحاجات اللي بتزود الوزن بطريقه كبيره والناس ما بتاخدش بالها من دي. السمن النباتي بلاش سمن نباتي، يعني السمن البلدي ده طبعا أأمن وأفضل، أو الزبدة الطبيعية. والزبدة الطبيعية، إنما السمن النباتي نعتبره يمكن أخطر حاجة ممكن الإنسان ياخدها في الفم هي السمن النباتي. السمن النباتي ده بيتعمل عن طريق تحويل أو هدرجة الزيوت لتحويلها لدهون مشبعة، طبعا ده في منتهى الخطورة، بيزود الكوليسترول الضار بطريقة كبيرة جدا والدهون الثلاثية، وبيقلل الدهون النافعة، فمن اخطر الحاجات على الاطلاق السمن النباتي، فبلاش موضوع السمن النباتي غير بقى طبعا زياده الوزن الرهيبه من خلاله يعني. حلو.